جامعة المنصورة هي عاصمة الطب في مصر، يعني ننتقل من ملف العنف والإرهاب إلى ملف التطوير والاستقرار الذي حققته في فترة وجيزة جدا. انتقلت بالجامعة من هذه الأحداث إلى التطوير. كيف كانت رؤيتك وأهم النقاط المضيئة في هذه المرحلة بالنسبة لحضرتك؟ والله بص، الحمد لله في الأربع سنين اللي أنا توليت فيها القيادة أنا كملت على شغل زمايلي، يعني برضو ما أقدرش أقول إن مجهودي كان مجهود فردي، هو مجهود برضو تراكمي. زمايلي رؤساء الجامعة السابقين كلهم كانوا ناس محترمة، بس أنا كنت يعني خدت الملفات اللي كانت معطلة كلها. مراكز طبية مثلا واقفة من 2001 صحيح، وأنا في 2014 كان بقى 13 سنة واقفة. لو أنت يمكن حضرت معايا وكنت بتحضر اجتماعات، كنا غالبا كل أسبوع بنعمل اجتماع ونشوف المشروع ده واقف ليه ونحل ونبعت ناس تروح تقابل رئيس الوزراء ونجيب دعم. يعني كان في ثلاث مراكز طبية من أكبر المراكز الطبية على مساحة 7200 متر، اللي هو مركز المخ والأعصاب والعظم والنساء، دول ثلاث مراكز كبار جدا. كان متوقف العمل فيهم يمكن أو بدأ العمل فيهم من سنة 99 وتوقف مع الثورة يعني. نعم. أو في 2011. الحمد لله أنا استلمت في 2014 ومشيت في 2018. في نهاية الفترة بتاعتي كانت المباني كلها خلصت والوقت شغالين في التشطيبات. كان مركز جراحة القلب والصدر ويفتتح قريب برضو، كان من الحاجات اللي كانت واقفة اشتغلنا عليه. لكن ما ينقص الجامعات المصرية الآن بحكم تجربتك في ملف التعليم العالي، وهي تجربة ثرية الحقيقة، هل نحن نحتاج في الجامعات المصرية، إذا كان لك اليوم حق التصرف في ميزانية البحث العلمي في مصر، هل نوزع تلك الميزانية على الجامعات المصرية بالتساوي، أم نميز جامعة أو جامعتين ليكونوا مراكز للتفوق وللبحث العلمي؟ أنا أعتقد إن هي تبقى في شكل، هم بيعملوا كده، ولكن يعني بيطرح إن الناس تتقدم بمشاريع، بس أنا مش عايز مشاريع نظرية، يعني مش عايز مشروع يتعمل ونطلع نتائج نظرية واتنشر في مجلة وشكرا. أنا عايز منتج، يعني أنا ما زلت أنا بحب الحاجات الأشياء العملية اللي هي أحس بيها شيء ملموس. وأنا عشان كده حتى بقول للناس مش هتحس بالراحة في أي وقت من الأوقات إلا لما تحس إن هناك تغيير حقيقي ملموس. نعم. إن أنا السنة دي بحتفل إن أنا عملت 10 صناعات. نعم. أو أدخلت حاجات تكنولوجية مهمة، إنما إحنا بنقدم الفرص للأبحاث والناس بتعمل أبحاث بتنتهي بالنشر، إن نعم. أنا نشرت ده في مجلة كويسة. نعم. دكتور إناوي، عندي فضول بس وأنا آسف للمقاطعة، يعني سؤال وأرجو الإجابة عليه بنعم أو لا. هل عرض عليك وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة في الحكومة المصرية؟ لا.